أما ختام صباحنا لليوم ما موضوع كتير حلو، كتير من الأشخاص بيلجأوا وبيشوفوا بأطفالهم هني أبطال حقيقيين. مفهوم صناعة البطل كيف بنقدر نعتمدها وشو هي الأغذية المناسبة لما نحن بنتجه لهي الرياضة اليوم مع قرب شهر رمضان المبارك؟ شو هي الأغذية اللي بننصح فيها كمان وبتعطينا وبتمدنا بكل المواد الغذائية والعناصر الغذائية اللي ممكن تحافظ على جسمنا وعلى لياقتنا البدنية؟ كل هاي المواضيع رح يعرفنا عليها الكوتش صافي العكش. يسعد صباحك كوتش. يسعد صباحكم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. صباح الخير لك. أهلا وسهلا. صباح الخير. أهلا وسهلا كوتش. وقت بنقول نحن مفهوم صناعة البطل فنحن عم نحكي عن نشأة طفولية، طفل بذرة، خلينا نقول بذرة نشبهها بهذا التشبيه، نحن اليوم واجبنا انه نرعاها، نكبرها، نعطيها الاشياء المهمة لحتى توصل بمرحلة عمرية نقدر نقول هذا الطفل صار بطل. خلينا نحكي عن مفهوم صناعة البطل بشكل عام. هلا صناعة البطل مثل ما حكينا بنبلش فيه من اعمار صغيرة ناشئين، يعني لانه اقل شيء بده تقريبا فترة زمنية لحتى يصير بطل حقيقي. يعني ما قصدي انا البطولات المحلية، يعني البطولات العالميه الاولمبيات. تمام. ببلاد برا عرفوا هذا الموضوع واشتغلوا عليه، يعني هن بجيبوا الولد بدوروا عليه الخامه الموهبه، واكثر شيء بيكون في ناس مختصين بيروحوا على المدارس بنقوا الخامه والموهبه وبيدعموها بالتدريب. طبعا في مدرب اكاديمي جاهز هو لهالقصه، والامكانات بتتوفر تقريبا لحتى يضلوا عم يرعوا هي الطفوله لحتى يصير مرحله الشباب ويقدر يجيب له ميداليات اولمبيه. طبعا الاتجاه هو انا للاتجاه الالعاب الفرديه اكثر شيء، سباحه، مصارعه، جودو، يعني اللي ممكن نشارك فيها بالاولمبيات غير الالعاب الجماعيه. يعني نحن كلنا بنعرف انه بالالعاب الاولمبيه الفريق كره القدم كله بياخذ ميداليه واحده، بينما مصارع بياخذ ميداليه بكل وزن. لذلك الألعاب الفردية هي أولى بالاهتمام، وأنا بتمنى يعني هون يصير شوي اهتمام فيها أكثر من الألعاب الجماعية، يعني إذا حابين نحقق فيها ميداليات لقدام. كوتش، لما كنا عم نبدا حديثنا انه في ناس متخصصين لهم نظره بالاطفال يلي ممكن نحن نتابع معهم مرحله بمرحله لحتى نوصل للبطل مثل ما عم نقول، اليوم اذا بعدنا شوي عن الصاله الرياضيه، حضرتك كوتش لما بتطلع مثلا ببعض الاطفال كيف تميز انه هذا الطفل ممكن هو يكون بطل بالمستقبل اذا نحن تعبنا عليه من ناحيه الغذاء والتمرين؟ صحيح، في اختبارات محدده لازم. انا دربت عده اعمار، يعني صار لي تقريبا بالتدريب من 25 سنه، مرقت على كل المراحل. الولد بنعمل له اختبارات بنشوف وين الميول تبعه، الجينات الوراثيه تبعه لشو بتتجه، البنيه العضليه الجسمانيه، وبنحاول نحوله بالاتجاه اللي هو ممكن يجيب فيه. مشان هيك بنلاقي انه الدراسه واجبه احسن ما تصرف الامكانات على شيء الماديه والمعنويه على شيء ممكن الولد ما يقدر يجيب فيه. في ولاد بتتجه للالعاب القتاليه، الفنون القتاليه، في ولد للسباحه شاطر. وزن الجسم او شكل الجسم ممكن يلعب دور؟ العضلي بيبين طبعا، ايه، يعني بتلاقي الولد من هو صغير جسمه عضلي ناشف. هذا الولد مثلا بنشوف الجينات الوراثيه، اهله، الاقارب تبعه بتلاقيهم كمان هن رياضيين، يعني في شيء بالوراثه، يعني ايه طبعا في شيء بموضوع الوراثه. هذا ايه، هذا بنحاول نجيبه لعنا ونهتم فيه ونعتني فيه. منه هذا ممكن يطلع بطل عالمي يعني بالمستقبل. انا اغلب الاوقات يعني شفتها انه نحن بنوصل لمرحله معينه ما عاد في عنا سقف، يعني انه نجيب بطولات عالميه محليه، اسيا ممكن. شو السبب كوتش؟ يعني من خلال خبرتك، هذا التخطيط، من خلال الاعمال، تخطيط تخطيط. يعني نحن ما عنا هي. هلا مثلا بالصين في 3000 مدرسه اكاديميه لتدريب الخامات، في وقت من اوقات الصين جابت ميداليات اولمبيه كلها لانه عندهم اهتمام. بكوبا مثلا مسيطرين على الملاكمه، مع انه نحن بنعرف كوبا ما عندها الامكانيات الماديه يعني، بس عندهم التخطيط الصح، يعني بيجيبوا الولد من هو وصغير بيهتموا فيه، بتلاقي صار عمره تقريبا 18 سنه جاب ميداليه اولمبيه صغير. إيه، هذا نتيجه يمكن تعب سنين طبعاً، وتدريب وعنايه طبعاً وغذاء وكل هي الامور، امكانيات ماديه ما في واسطه.
ودعم طبعا ما في وقت هي ما حتلاقيها عنا خلينا نحطها للشوارع اطفال كوتش اذا بدنا نحكي اليوم عن التجارب الفرديه لحضرتك خبرنا مين هن الاطفال او كيف قدرت تتعامل معهم لما اكتشفت هي القدره عندهم هلا منيح هالسؤال لانه من اسبوعين في عندي طالب يعني عمره 17 سنه اسمه عبد العزيز زرلي جاب بطوله اسيا بتحدي اللياقه بايران كان اصغر لاعب يعني طلع من عنا من سوريا كثير حلو جاب بطوله اسيا برونزيه يعني هي اول مشاركه له بحياته كلها بس هذا كان يدرب عندي من 5 سنين كان عمره يعني انا اليوم عندي بيكون. صغير عديته فورا طلع جاب ميداليه كنا نتمنى اليوم يكون معك نقدر نتعرف عليه اكثر والله ممكن باللقاءات الجايه اليوم انت يعني مثل ما حق بنفس السؤال يعني الاطفال الموجودين عندك يعني في احلام لإلك من خلالهم حابب انك تحققها شو حققت اليوم على الارض غير الشخص اللي ذكرته والله هلا بصراحه ما بخفيكي في مشروع المستقبل بالنسبه لي بدي احاول اسوي شيء اكاديمي لي خاص فيني لي جيب ستاف مدربين ونشتغل على هي القصه على المدارس وندور على الخامات ونبلش نشتغل فيه طبعا بدنا نساعد نحن والاهل أهليهم طبعاً لازم يكونوا داعم إلهم ومآمنين بهالفكرة لحتى نوصلها بقى أنا هلأ عم بشتغل على أرض الواقع بصراحة يعني هلأ بلشتها عم زبط هذا المشروع وإن شاء الله هيك الله يوفقنا ونشتغل عليه أكيد كوتش بعد التعب والجهد يلي بتبذلوه أكيد نتمنى دائماً أنه نلاقي نتيجة اليوم أغلب وأشع الأخطاء يلي ممكن الأطفال يوقعوا فيها لما حضرتك بتدربهم بين عمر صغير وبتستمر معهم ممكن في عوائق بالظروف ممكن دراستهم ممكن الشهادات ممكن تمنعهم من الاستمرار أو الانقطاع لفترة معينة خبرنا أول شيء عن هذا الموضوع بالذات وشو هي أبرز الأخطاء يلي ممكن يوقع فيها إن كان الأطفال أو حتى الأهل هلا هنا بيفكروا انه رياضه بتلهي عن الدراسه مع انه انا بشوف يعني ولد بيقعد على الموبايل ساعتين ثلاثه وهي رياضه ما بتتطلب منها مثلا تمرين باليوم ساعه وهي بالعكس فائده له لجسمه ولمستقبله في شغله عنا اياها انا بشوفها برا انه هن اذا مثلا رياضي جاب درجات عاليه بالرياضه بفوتوا له الاختصاص اللي بده اياه بالجامعه يعني بيحق له يدرس بده اياه هذا تشجيع حتى بصيروا الاهل انه يدعموا الولد لانه بيعرفوا انه رياضيا ممكن ينتقل ويفوت للي بده اياه فانا بتمنى من الاهل يعني انه يوازنوا يلاقوا انه الولد قديش بيقعد على الانترنت على الموبايل القصص هاي كثير كثير يخصص ساعه رياضه لجسمه ولصحته بالعكس انا بشوف الولد الرياضي وهي بيكون عقله متفتح اكثر ونفسيته احسن تماما هي بالنهايه كوتش مثل ما قلت عادات اليوم نحن انا كيف فيني اعود طفلي انا قدراني اصنع منه انا يمكن خليت تكون الشراره من عندي لاقدر اوجهه صح لان كان رياضيا او علميا صحيح. بدي اتشكرك لكل المعلومات واتشكر الله. حضورك لليوم بمرات ثانيه هيك تجينا ومعك حدا من الاطفال يلي حققت حلمك من خلالهم اكيد على اهلا وسهلا بحضرتك الله يخليك كوتش لك شكرا كثير على وجودك معنا بالنسبه لمشروعك كل التوفيق اكيد حنكون معك خطوه بخطوه لحتى نشوف هذا المشروع بنتمنى انه يكبر عندنا كثير طاقات حلوه وعندنا كثير شباب مميزين اكيد اكيد هي في خامات بس بدها اهتمام يعني ان شاء الله بنشتغل عليها شكرا كوتش شكرا لحضرتك